لو الحكاية فيها إن فيديو. جانا بلاغ من الغرفة إن في حد انقلاب سيارة ملاكي بحريك بحر 100 تجاه صوت 30 كيلو. على الفور توجهنا للبلاغ. تمام، احنا اتعاملنا اول حاجه مع مصاب، اول حاجه بمعنى اتعامل معاها، والمصابين مصاب فقد الوعي تماما، فحطيناه في شلناه وحطيناه في العربيه وجبنا متعلقات كلها حطيناها معانا امانه. فهو عنده وصول جامعه اسيوط، الحاله توفت البقاء لله. فجانا اتصال تليفوني ان في الشنطه معاه فيها مبلغ مالي، فعلى الفور توجهنا الامانات فتدار بالمبلغ المالي ده جوه الشنطه بتاعته 64255. سلمناه انا وزميلي الاستاذ محمد احمد مخلوف مساعد اخصائي، سلمناه انا هو المعاون الصحي معاون الاصابات في الجامعه.